أنا أغسل كلى، أدخل الغسيل الساعة 12 ظهرا وأخرج أحيانا 4:30، هل يجوز أجمع الظهر والعصر أو أصلي العصر على السرير؟ المريض له أن يجمع لكن بدون قصر، المريض له أن يجمع بدون قصر. هذا إذا كان هذا الواقع، يعني 4:30 يعني ما بقي شيء على ذا المغرب، يعني بالكاد يبديه يمكن يصلي أو كذا، فما في مانع أنه يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، لأن الظهر يأذن 11:30 يعني قبل 12، ما في بأس يجمع إن شاء الله تعالى.